اهلا بيكم، والنهارده معانا مراجعه في ماده الحاسب الالي عن طريق سؤال وجواب، وان شاء الله تستفادوا منها. يلا بينا نبدا مع بعض. اول نوع من الاسئله عندنا، السؤال الاول بيقول ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره الخاطئه. رقم واحد، يمكن الحصول على المعطيات اللازمه لحل اي مشكله من خلال مرحله تحديد المدخلات. العبارة دي أيوة سمعكم بتقولوا صحيحة بالفعل. السؤال الثاني، يقصد بمرحلة اختبار وتصحيح أخطاء البرنامج في أسلوب حل المشكلات هي كتابة البرنامج الكودينج بإحدى لغات الكمبيوتر. تعالوا نفكر مع بعض. أيوة الإجابة دي خاطئة. رقم 3، يتم تحديد المشكلة problem defined في أسلوب حل المشكلات بعد وضع خطة الحل. أيوة العبارة دي خطأ. السؤال اللي بعده بيقول، يعتبر توثيق البرنامج اللي هو documentation آخر مرحلة في أسلوب حل المشكلات. أيوة سمعكم بتقولوا العبارة دي صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول، يتم تجميع البيانات الخاصة بمشروع معين بعد الانتهاء من إنشاء هذا المشروع. أيوة تعالوا نفكر مع بعض. العبارة دي خطأ. السؤال اللي بعده بيقول، تعتبر الموسوعة الإلكترونية من إحدى محركات البحث Search Engine في شبكة الإنترنت. أيوة دي غلط بالفعل. أيوة يمكن استخدام برامج الجداول الإلكترونية في تجميع البيانات وتنظيمها لحين الاستفادة منها. أيوة دي إجابة صحيحة فعلا. السؤال اللي بعده بيقول، يفضل استخدام الأصوات من نوع الويف عند إنشاء المواقع لصغر حجمها. أيوة العبارة دي بالفعل خطأ. طيب تعالوا مع بعض يلا نكمل. يفضل تسمية مجلدات الفولدرز بأسماء مناسبة لمحتواها من الملفات والمجلدات التي بداخلها. أيوة دي بالفعل عبارة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول، يعد موقع جوجل من محركات البحث عن المعلومات عبر شبكة الإنترنت. أيوة بالفعل دي عبارة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول، تعتبر الموسوعات نوع مميز من المراجع التي تقدم أهم المعلومات والحقائق التي تتعلق بمختلف المعارف الإنسانية أو جزء منها. أيوة بالفعل هي عبارة صحيحة. يمكن إنشاء تطبيق بلغة الفيجوال بيزك مصدر بياناته من ملف الإكسل. أيوة بالفعل دي عبارة صحيحة. يتكون الملف الواحد فايل من مجموعة من الملفات والمجلدات files and folders. إجابة خاطئة. يمكن استخدام برنامج الجداول الإلكترونية في إنشاء قاعدة بيانات database اللي هو الإكسل. أيوة بالفعل دي عبارة صحيحة. اللي بعده، يتمثل العمود column في قاعدة البيانات database سجلا واحدا record. العبارة دي بالفعل خطأ. يتكون جدول البيانات data table في برنامج الجداول الإلكترونية من مجموعة من الصفوف والأعمدة. أيوة بالفعل دي عبارة صحيحة. يمكن أن تجد صورة من نوع GPG، صور متحركة داخل صفحات الويب. أيوة العبارة دي بالفعل خطأ. يمكن إدراك صور متحركة من نوع GIF داخل أداة Picture Books وتظهر متحركة. إجابة صحيحة فعلا. يمكن تشغيل ملفات الصوت والفيديو من خلال Windows Media Player. أيوة دي عبارة صحيحة. يتم فتح قناة اتصال بين البرنامج الذي يتم إنشاؤه بلغة Visual Basic وملف إكسل باستخدام Ado.NET. أيوة إجابة صحيحة. وبكده نكون خلصنا النوع الأول من الأسئلة، وهنروح لنوع تاني من الأسئلة. اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. رقم واحد، تعتبر إيه من أول مرحلة من مراحل أسلوب حل المشكلات؟ تحديد المشكلة ولا توثيق البرنامج ولا كتابة البرنامج؟ أيوة أنا سمعكم بتجاوبوا معايا وبتقولوا فعلا تحديد المشكلة. السؤال اللي بعده، المرحلة التي تسبق كتابة كود البرنامج هي تحديد المدخلات inputs، تحديد المخرجات outputs، وضع خطة الحل. أيوة الإجابة الصحيحة سمعاكم كلكم بتقولوها وضع خطة الحل. يطلق على خطوات حل المشكلة باستخدام إحدى لغات البرمجة مرحلة تحديد المخرجات ولا كتابة البرنامج على الكمبيوتر ولا توثيق البرنامج أو المشروع. أيوة بالفعل كتابة البرنامج على الكمبيوتر. نجد أن البيانات المطلوبة للمشروع تكون من النوع صور ونصوص ولا أصوات وموسيقى ولقطات فيديو
ولا كل ما سبق؟ أيوة بالفعل كل ما سبق. السؤال اللي بعده بيقول يمكن أن يحتوي المجلد الواحد الفولدر على عدة ملفات ولا عدة مجلدات ولا كل ما سبق؟ بالفعل كل ما سبق. رقم 6، تعتبر مواقع الانترنت الآتية من محركات البحث search engine عدا الموقع. عندنا أول اختيار ياهو or جوجل or تويتر. أيوة سمعكم بتقولوا تويتر. تتميز الموسوعات الإلكترونية ب سرعة وسهولة البحث بداخل المعلومات. رقم 2، تنوع وضخامة أشكال المعلومات ولا ضآلة المعلومات الموجودة بداخلها ولا الاختيارين الأول والتاني. أيوة الاختيارين الأول والتاني اللي هو سرعة وسهولة البحث بداخلها عن المعلومات وتنوع وضخامة أشكال المعلومات. يمكن إدراج أنواع مختلفة من ملفات الصور داخل أداة التحكم Picture Books عدا النوع GIF ولا JPG ولا RAW. السؤال اللي بعده بيقول ملفات الصور الثابتة تأخذ امتداد BMP ولا WMF ولا كل ما سبق؟ سمعيكم بتقولوا كل ما سبق. ملفات الصور المتحركة تأخذ امتداد BMG, GIF ولا JPG؟ سمعكم بتقولوا GI. تعتبر الامتدادات الآتية من أنواع ملفات الصوت ما عدا الامتداد MP3 ولا WAV ولا PNG. أيوة PNG. ملف الصوت الأقل حجما هو FileName.WAV FileName.MP3 ولا WMA FileName.WMA. أيوة سمعكم بتقولوا FileName.MP3. الامتدادات الآتية من أنواع الفيديو ما عدا الامتداد MP4 PNG ولا WMV. سمعكم بتقولوا PNG. السؤال اللي بعده ملف الفيديو الأعلى جودة FileName.3GP ولا FileName.MP4 ولا FileName.WMV. أيوة سمعكم بتقولوا FileName.MP4. ملف الفيديو الأقل حجما هو FileName.MPG ولا FileName.3GP ولا FileName.MP4. سمعيكم بتجاوبوا وبتقولوا FileName.3GP. عند عرض نتائج عملية حسابية في أداة التحكم Label يفضل أن تكون قيمة الخاصية Name للأداة Label 1 هتبقى Label 1 ولا Name ولا IPI Result. أيوة سمعيكم بتقولوا IPI Result. أنسب أدوات التحكم التي يمكن استخدامها في عرض قائمة من الأسماء هي Picture Books ولا Button ولا Combo Books. أيوة Combo Books. السؤال اللي بعده بيقول أدوات التحكم التالية تستخدم في عرض الصور ما عدا Combo Books ولا Label ولا Picture Books. أيوة Combo Books. أداة التحكم التي تستخدم في تشغيل ملفات الأصوات وملفات الفيديو هي Radio Button ولا Windows Media Player ولا Combo Books. أيوة سمعيكم بتقولوا Windows Media Player. أداة التحكم التي تستخدم لوضع قائمة بداخلها هي Picture Books ولا Combo Books ولا Button. Combo Books. أيوة بالفعل. وبكده نكون خلصنا نوع الأسئلة ده وهنبدأ على نوع تاني بيقول اذكر المفهوم العلمي. أول واحد برنامج يستخدم في كتابة نصوص رئيسية أو فرعية بين لقطات الفيديو المختلفة وإضافة تأثيرات على الصور بيسمى بإيه؟ أيوة طبعا سمعكم ده برنامج سهل جدا اسمه موفي ميكر. أيوة صح. طيب رقم 2، خدمة تقدمها شبكة الإنترنت والتي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات بكافة أنواعها. أيوة سيرش. رقم 3، هو إطار العمل لجميع تطبيقات visualstudio.net والتي يمكنك من الآتي إنتاج العديد من تطبيقات نت اسمها نت فريمورك. رقم 4، عبارة عن تلخيص منظم للمعرفة البشرية في كل تخصص من مجال معين وتكون مرتبطة وفقا لطريقة معينة كالترتيب الهجائي لتسهيل عملية البحث. أيوة سمعكم بتقولوا الموسوعة الإلكترونية. رقم 5،
أحد أنواع امتدادات ملفات الصوت ذو الجودة العالية، وغالبا تستخدم في تسجيل صوت الخام الذي لم يدخل عليه أي تأثيرات أو تعديلات. دي سهلة جدا. أيوة، ويف. وبكده نكون خلصنا النوع ده من الأسئلة، وهنروح لآخر نوع معانا في مراجعتنا اسمه أكمل بكلمة مما بين الأقواس. هنقرأ الأول الكلمات وهنبتدي بعد كده نقرأ كل واحدة ونشوف هي بتناسب إيه. كتابة البرنامج، المخرجات، وضع خطة الحل، وتحديد المشكلة. رقم واحد، يتم في مرحلة إيه تعريف المشكلة وتحديد المخرجات والمدخلات؟ هنختار إيه؟ أيوة، فعلا تحديد المشكلة. رقم 2، تتمثل إيه في المعلومات الهامة والنتائج التي ستحصل عليها بعد حل المشكلة؟ إيه هي؟ أيوة، المخرجات. رقم 3، يتم إيه استخدام إحدى لغات البرمجة؟ يتم كتابة البرنامج استخدام إحدى لغات البرمجة. يتم كتابة البرنامج باستخدام إحدى لغات البرمجة. يتم في مرحلة إيه وضع سلسلة من الخطوات المتتالية، وهي آخر واحدة عندنا طبعا، وضع خطة الحل. وبكده نكون خلصنا مراجعتنا، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. سلام عليكم.